مراد على مدار، ليش اجيت لإسرائيل؟ ما اجيت لإسرائيل، اجيت لفلسطين. أنا هاي إسرائيل ما بحبها، التجارة اللي بتجي منها مصاريها حرام. بدنا نعد اللي عم تعملوا ضد دولة إسرائيل. عهد لبكرة، يلي عم تعملوا أنتوا للشعب الفلسطيني ما بيكفيكن عمركم كله لتعدوا. بصراحة أنا ما بعرف مين يلي وعدكم بهاي الأرض، بس أنا بوعدكم تندفنوا فيها.